بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أبناء طلاب الصف الأول الثاني. إن شاء الله النهاردة معنا الجزء الخاص بجرامر يونت 2 لسن 1 and 2، يعني قواعد اليونت الوحدة الثانية درس الأول والثاني. طبعا لنا the present simple tense يعني زمن المضارع البسيط، ولكن في البداية كلنا ياريت المشترك في قناتنا يعمل سبسكرايب، ولو عجبنا الفيديو لايك وشير للمزيد من الفيديوهات. عندنا present simple المضارع البسيط اللي هو عبارة عن التصريف الأول للفعل، يعني أنا بقول go went. go ده مضارع بسيط، play played، play ده مضارع بسيط، am is are الماضي منها was were، am is are دي مضارع بسيط، كل ما هو تصريف أول فهو مضارع بسيط. طب التصريف الأول بدون إضافات بيجي مع I we they you، I we they you يعني ضمير الفعل I we you they، وبنضيف للفعل اسم هي وشي وات والاسم المفرد. طيب عندنا I get up، they sometimes go، أحمد likes، آية watches. وعندنا الفعل في نهايته O X C H S H double S بنضيف E S، يبقى C H S H double S O X E S زي go goes watch watches. طبعا في حالة الفاعل عندنا he she it، زي fix fixes يصلح، finish finishes ينهي، فبنضيف es. اما لو منتهي واي وقبلها حرف متحرك بنضيف طبعا s، اما لو واي وقبلها حرف ساكن بنضيف بتقلب الواي الى i ونضيف es، يبقى بنضيف ies زي study studies، cry cries، لكن play يلعب played هنضيف s فقط. بينفع المضارع البسيط بdon't و doesn't، والاثنين بيجي معاهم الانفينيتيف مصدر الفعل. اما في حالة never طبعا بننفي ولكن لا نحذف الاس من الفعل مع هي وشي وات، he doesn't help لكن he never helps، they don't get they never get up، يبقى never تنفي ولا تغير من شكل الفعل. بنكون السؤال على present simple المضارع البسيط بدو او does. عندنا subject الفعل الانفينيتيف مصدر الفعل، do you get up at 6 in the morning or every morning؟ yes I do أو no I don't. ممكن أقول إجابة كاملة yes I get up at 6 o'clock every morning، لو قلت no ممكن أقول no I don't get up at 6 o'clock every morning. does I watch action films؟ yes she does، إجابة مختصرة. أو yes she watches action films، no she doesn't أو no she doesn't watch action films. السؤال بكلمة استفهام نضع آلة الاستفهام اللي هي WH وراها do أو does والsubject والinfinitive، what do you eat for lunch؟ ماذا أكلت في الغداء؟ how often does Mr. Ashraf go to the club؟ يعني كم مرة مستر أشرف بيذهب فيها إلى النادي؟ يبنى الـ present simple المضارع البسيط بالمجهول، بنجيب الـ object المفعول وراه am is are verb to be، وبعدين التصريف الثالث الـ past participle. دايما اي صيغه مجهول verb to be والتصريف الثالث، ركنين اساسيين verb to be والتصريف الثالث. verb to be بياخد شكل الزمن، يعني verb to be في المضارع am او is او a او are، والتصريف الثالث farmers grow plants يبقى plants are grown by farmers. طبعا معروف ان المبني المجهول بنذكر المفعول في الاول اللي وقع عليه الفعل وليس من قام بالفعل. بالنسبة للفعل have أو has كفعل أساسي في المبنى المجهول طبعا بيستبدل حسب معناه في الجملة، have ده ممكن معناه own يمتلك، possess يمتلك، eat يأكل، buy يشتري، spend يقضي، take يأخذ. I have a car، a car is possessed or owned to me. She has lunch، يبقى lunch is eaten، يبقى بإيه حسب معنى أو حسب الفعل في الجملة. My son plays football and tennis in the club. طبعا هنا my son plays لأنه singular مفرد. My son's جمع يبقى play فقط. Football and tennis طبعا هنا are played لأن لعبتين يبقى are played. Football طبعا football فقط is played طبعا الجملة هنا passive يبقى تلعب. Does Amir attend؟ طبعا هنا does والمصدر attend. ناخد بالنا من notes
بالنسبه للفعل verb to be كفعل اساسي في المضارع البسيط بنستخدم am is are بمعنى يكون او يوجد، ولا نستخدم do او does في النفي او السؤال. علي is at school، يبقى علي isn't at school، is علي at school، where is علي. طبعا هنا verb to be يعتبر مضارع بسيط لان عندنا ايه لم يتبع بفعل اخر فهو فعل اساسي ومساعد وبينفى بايه بنط وبنكون عليه السؤال وليس do او does. بالنسبة للفيرب لفعل have اللي هو verb to have كفعل أساسي في المضارع البسيط نستخدم have أو has بمعنى يمتلك أو يتناول أو يشتري، ونستخدم do أو does غالبا في السؤال و don't و doesn't في النفي. They have lunch at 3 o'clock. They don't have lunch. Do they have lunch at 3 o'clock? Why? When do they have lunch? يبقى verb to have طبعا بيتنفى بدون تو دازنت ومنكون على السؤال بدو داز، اذا لم يتبع بفعل اخر فهو مضارع بسيط. علي سبيس ات هوم، طبعا هنا علي هي از ات سكول هو في المدرسه يبقى ازنت. سبيس ات هوم رايت ناو، نو هي از ات سكول. طبعا هنا از علي ات هوم رايت ناو، از طبعا هنا از فقط، از علي ات هوم. وي سبيس لانش، we space lunch before my father returns home. طبعا هنا we don't have، طبعا هنا don't ليه منفعش نقول haven't إلا يمكن وراء تصريف تالت. space lunch before your father returns home. do you have lunch؟ do you have lunch؟ present simple بيعبر عن الفاكتس الحقائق. And the sun gives us light and heat. الشمس بتعطينا الضوء والحرارة. People don't live underwater. الناس لا تعيش تحت الماء. للتعبير عن شيء حقيقي في المضارع، حقيقة تدوم لفترة طويلة أو مواقف دائمة. يوسف lives in Asyut. My wife is an engineer. يدل المضارع البسيط على المستقبل مع الروابط when, while, as, just as, before, the moment, by the time, after, once, as soon as, until, till. يعني الروابط عموما بيجي بعدها المضارع والجملة التانية بتبقى ايه مستقبل. بنحط التايم كونكتور الرابط وبعدين المضارع البسيط وممكن يبقى مضارع تام وبعدين جملة مستقبل. when I arrive ممكن اقول when I have arrived home I will take a shower. before she goes أو before she has gone ممكن تبقى مضارع بسيط أو مضارع تام. she will kiss her mother. kiss يعني يقبل. I won't call you until I know or I have none the latest news. بعد قاعدة if في الحالة الشرطية الأولى والصفرية بنستخدم مضارع بسيط. if I get information about this subject I will tell you. يبقى مضارع أيضا إيه مستقبل. يعبر أيضا عن جدول المواعيد الثابت للقطارات والطائرات ودور السينما. my train leaves at 9 tomorrow morning. يستخدم المضارع البسيط بدلا من المضارع المستمر للتعبير عن ما يحدث الآن مع الأفعال التقريرية مثل أفعال الحواس والمشاعر والإدراك. يعني لو بنتكلم عن الـ continuous منها فبنستخدم المضارع البسيط وليس المضارع المستمر. I am wanting، طبعا I want ما ينفعش الفعل want لا يضع في الـ continuous. طبعا يستخدم المضارع البسيط سمحنا منه. I am wanting تبع I want to speak. I want الفعل love like prefer enjoy understand belong prefer طبعا هنا realize يدرك، وطبعا أفعال الشعور والإدراك والحواس والملكية. وعندنا see we hear we look هذه الأفعال لا توضع في الـ continuous وطبعا في تغييرات فيها. تعالوا مع بعض lines space meet. طبعا هنا eat and in effect lines space grass طبعا هنا don't eat لأنها مش بتاكل أعشاب. طبعا fact this soup very tasty طبعا this soup tastes طبعا لا يوضع في الـ continuous. my father is based in a big company he is an accountant there. my father works على ان دي ايه حقائق او اشياء تدوم لفترة طويلة. after I طبعا الروابط بيجي بعد منها مضارع وبعد المستقبل. انا عند I will take يبقى ده مستقبل يبقى هنا مضارع ممكن يبقى مضارع بسيط او تام. انا عندنا المضارع البسيط after I have. عادات المضارع عندنا الكلمات الدالة عندنا always sometimes never usually طبعا بيجي بعد منها فعل مضارع بسيط. ندى usually goes to the shops. طب it's someone's habit بتساوي it's someone's habit it's ندى's habit. to go to the shops طبعا هنا it's someone's habit to almost
عندنا subject am is are use the to plus verb plus ing معناها اعتاد على عمل شيء في المضارع. يبقى هنا ندى is used to going. عندنا ندى is عندنا subject و am is are أو ممكن تبقى grow أو become. طبعا هنا is used to والفعل ing معتاد على أو مألوف لديه. بتساوي عندنا لو عندنا كلمة no longer أو any longer أو any more بنجيب الفعل المضارع معهم لم يعد يبقى في المضارع. He no longer eats rice بتساوي he used to eat يعني كان معتاد. used to المصدر اعتاد عمل شيء في الماضي والإقلاع عنه في الحاضر بتساويها no longer أو any more أو any longer والفعل المضارع. don't doesn't infinitive طبعا بتيجي مع any longer أو any more لأن any بتيجي في الجملة المنفية بتساوي في المعنى no اللي no بتيجي في المثبتة وبتديني معنى النفي. he doesn't eat rice anymore معناه he used to eat rice. عندنا الظروف التكرار اللي هي always, usually, normally, regularly, often, frequently, sometimes, occasionally, little, rarely, seldom, hardly, ever, never كلها بتأتي قبل الفعل الأساسي وبعد am و is و are. بتيجي قبل الفعل الأساسي يعني أي فعل بتيجي قبله ما عدا am is are كل هذه الكلمات بتأتي إيه بعدها. I always go to school on time. I am always at school. طبعا هنا I am يبقى always بعدها لكن go بتيجي هي قبلها. كما يمكن أن تستخدم بعض ظروف التكرار في بداية أو نهاية الجملة. Sometimes I play football أو I play football sometimes أو I sometimes play football يعني بعضها ممكن تيجي في بداية الجملة أو في نهايتها. Ali is busy at home right now. He is at school. عندنا تعبيرات التكرار once, twice, three times, several times, many times, a or any or every or period, every morning, every day, every Monday, every week, every month, summer, year, on Fridays. In summer كلها تعبيرات دالة على present a simple مضارع بسيط. I go for a walk twice a week, once a month. I visit my parents. I take Arabic lessons on Wednesdays. Every morning my mother wakes me up. يبقى عندنا ظروف التكرار والكلمات الدالة على التكرار بيجي معاها مضارع بسيط. My father works as a doctor والدي كان بيعمل كطبيب. He is very busy examining patients. طبعا هنا he often has ولا is often طبعا is often كمعنى الجملة is often is يعني بيكون often بعدها. Lynn has been something to do. She is very busy. Lynn always have something ولا have always طبعا خطأ دي always has طبعا Lynn بتاخد has يبقى Lynn always has always طبعا قبل الفعل الأساسي وبعد الفعل. I visit my grandparents month in the beginning and in the middle يبقى مرتين twice ليه لأن عندنا في البداية وفي النهاية. Sama is used space in a swan طبعا هنا is used to living لأن عندنا is يبقى الفاء to ing. It's Homer's habit to المصدر. It's Homer's habit to go for a walk طبعا it's habit to المصدر. Hasin working is used to working is used to working. بالنسبة للpresent simple الماضي البسيط هو التصريف السين للفعل طبعا احنا مراجعينه في الوحدة او في الدرس الاول والتاني او في unit 1. It rarely طبعا هنا rains it rains لان عندنا rarely. The young man is supposed to be field biologist طبعا هنا teach the young man teach بيدرسه to be ولا are taught بيتم تدريسهم طبعا هنا حد بيدرس لهم يبقى are taught. What time the break starts? What time does the break start? طبعا دي مواعيد ثابتة يبقى does. She's best stays up late on school days. She never ليه لأن عندنا الفعل stays في s. My colleagues زمايلي and I usually spend breakfast. طبعا هنا have breakfast together. طبعا دي كأن عادة متعودين يتناولوا الفطار معا. My little sister is best meals outdoors. طبعا هنا never has outdoors. Never has meals. طبعا never قبلها. وعندنا الفعل has. The community is best to look after wild animals. The community encourages ولا is encouraged. طبعا تحفز يبقى هنا is encouraged لأنها passive.
تايجرز النمورة سبيس هانتد از ماتش از ان ذا باست. طبعا هنا aren't haunted طبعا انها فاكت لا تصاد او لا يتم صيدها. كريم used to play chess but now he طبعا هنا but now he doesn't طبعا هنا now يبقى نجيب ايه النفي مضارع وعندنا بلاي فعل اساسي يبقى doesn't. his base hard work he is strong هو قوي يبقى he gets used to hard work يعني اعتاد على الهارد وورك العمل. طبعا احنا قلنا الفعل get او become او verb to be اذا سبق used to بيجي بعد منها اسم نون او verb فيه ing. when I was in Alexandria I always طبعا هنا when I was ماضي يبقى I went. is based teaching students of mixed abilities get you used to ولا are you used to teaching طبعا هنا ing يبقى are you used. don't go until your work طبعا هنا until your work does ولا is done طبعا is done العمل يؤدى يبقى جملة بس ب is done. father is used to buying tasty sweets for us this sentence means this no longer happens is used to معتاد أو مألوف يبقى هنا is a present habit يعني معتاد على فعل الشيء طبعا دي عادة يعني في present. ومن هنا وصلنا لنهاية lesson 1 and 2 وانتظرونا مع lesson 3 and 4. thank you and goodbye.